طلعنا بطولة العالم السنة اللي فاتت 2022 في إيطاليا، في باريزي في إيطاليا وبس. والحمد لله دي اتصنفت فيها 12 من أصل 29 دولة مشاركة، ودي أول لعيب مصري أفريقي يجيب النتيجة دي في تاريخ لعبة التأديف، أول واحد يتصنف من أقوى 12 مركب فردي في العالم السنة دي. الموضوع ده اتقابل ازاي من الاتحاد المصري التجديفي؟ انت واعر بعد ما حققت المركز ده، بدأ الناس تتكلم معاك ازاي؟ اشكال الدعم كان شكلها عامل ازاي؟ هل اختلفت قبل وبعد البطولة ولا الوضع كان شكله عامل ازاي؟ هقول لحضرتك، هو طبعا لما خلصت السباقات هناك في ايطاليا طبعا كان في فرحه، والنتيجه اول مره تيجي بس دي كانت فرحه لحظيه. لكن اول ما نزلت مصر اتسحبت مني القارب بتاعي، اتسحب مني المهاديف بتاعتي، اتشال من عليا كل سبل الدعم اللي هي اصلا كانت ضئيله جدا في الفتره دي. ابتديت ان انا خرجت من المنتخب اول ما رجعت بحجة ان المدير الفني بيقول لي ان هو لسه مش متاكد انا لعيب قوي ولا لا. فطبعا دي بالنسبه لي كانت صدمه كبيره، ان انا كل زمايلي بره لما شافوني حققت النتيجه دي في الدول العربيه والدول الاجنبيه اتصدموا، ازاي مصر تحقق نتيجه زي كده؟ نتائج مصر في لعبه التجديف كلها مراكز اخيره، ما فيش عندنا حد بيطلع بيجيب مراكز. يعني احنا حتى وصلنا لمرحله ان احنا ما بقيناش نظهر في الفيديو بتاع السبق، يعني بيبقى في واحد كاميرا مان بيصور الفيديو، احنا مش ظاهرين في الفيديو من كتر مستوانا ما هو متاخر. فكون ان لعيب يطلع يجيب المركز ال 12 دي حاجه كبيره جدا. طبعا اول ما رجعت، اول ما حصل معايا كده صدمت، يعني طبعا كلمت الناس في الاتحاد والاتحاد كان على علم بمشكلتي، بس ما لقيتش وجه الدعم اللي انا كنت منتظره، يعني ما لقيتش حاجه، بل الدعم رايح لناس لا تستحق. التأديف فيه فلوس وفيه إمكانيات، بس الإمكانيات مهدرة، إن الناس دي بتدعم ناس لا تصلح. يعني أنت مرتبك كام أصلا؟ أنا مرتبي قبل الضرايب 1200 جنيه، بعد الضرايب 900 جنيه، ومش باخده كل شهر، يعني إحنا مثلا بنقبض مرة عدى 5 شهور ما نقبضش، اللي هي أصلا 900 جنيه اللي هي ولا حاجة. أنت متخيل؟ بعدين أنا قبل بطولة العالم قبل ما أسافرها كنت باخد مكملات غذائيه بس ب 6000 جنيه في الشهر، واسرتي هي اللي شايلاني. وبعدين طب انت حجم المصاريف اللي بتصرفها على نفسك شهريا مثلا بقد ايه؟ شهريا انا كنت شاري بروجرام من انجلترا ده ثمنه 300 استرليني، ما اعرفش بقى الحسبه دولار طبعا، يعني كذا مره اتغير وكده، يعني مثلا ممكن قريبه مثلا 12 13. البرنامج ده ساعات كان فيه لعيبه صحابي زمايلي بيشاركوني فيه، فمثلا كنا ثلاثه نجيب البرنامج ده ونقسم الفلوس علينا، كله بيدعم نفسه دعم شخصي، يعني مفيش دعم من الاتحاد او كده. الدعم بيروح للناس المفضله للمدير الفني اللي هم اتحطوا على تفضيلات شخصيه مش معايير حاطينها لدخول المنتخب مثلا.